أريد أنني على غرار ما قام به الأستاذ سعد الدين العثماني أنني ننطلق من الاتفاق ديال البارح الذي يتعين أن نسجله بقوة، لأنه يشكل معلمة من المعالم الأساسية بالنسبة لهذه الحكومة. تتبعت ذلك خلف الستار بالطبع، لأنني لم أكن من الفاعلين المباشرين، لكن على أي حال حاولنا نجتهد بشكل غير مباشر في إنجاح العملية، ووصلت الحكومة وأنتم على رأسها السي سعد الدين وصلتوا إلى هذا الاتفاق، وهو مكسب هائل بالنسبة للمواطنات والمواطنين. وعندما كنتم تتكلمون على الجدية في العمل وعلى الالتزام في العمل السياسي وعلى الأخلاق، فيها بس أننا نأكدوا وأنتم تعلمون ذلك بأنه اتفاق من هذه الأهمية الذي يأتي بهذه المكتسبات الأساسية بالنسبة لشعبنا. pour parler concrètement، الأمر يتعلق ابتداء من فاتح يناير 2021 ب 800 درهم ديال الأجر الإضافي بالنسبة لفئات بعينها. 800 درهم ماشي في الشهر، ماشي سهلة بالنسبة لواحد اللي كيشد 4000 ولا 5000 درهم اليوم، مسألة ماشي سهلة. لكن هناك تساؤل، هنا فين نتكلموا على الجدية ونتكلموا على الرهبة الحقيقية في الإصلاح، ونعرفوا راسنا بأن هناك ذاكرة. نفس هذه الحكومة، ربما ماشي بنفس الرجال، ولكن هذه الحكومة كانت على وشك أن تصل إلى اتفاق اجتماعي سنة 2016 بنفس الشروط. ومن ضاع في العملية بالنظر لعدد من الأعمال التي كانت مرتبطة بماذا؟ بأفق الانتخابات 2016، ومن جهة أخرى بتفاعل سلبي لبعض النقابات، وتم إفشال إمكانية الوصول إلى اتفاق سنة 2016. 3 سنين شكون اللي ضاعت؟ لمن ضاعت؟ ضاعت المواطنات والمواطنين. و3 سنين تنضافوا إلى فقدان الثقة في العمل المؤسساتي وفي العمل الرسمي وفي العمل الحزبي وفي العمل السياسي. لأنه في نهاية المطاف لا أعتقد أن شي حد استفاد من ذلك، ربما أن كانت الرغبة في ذلك ألا يستفيد حزب معين، هذه القراءة في أفق انتخابات 2016. هنيئا لنا بهذا الاتفاق، لأنه على أي حال يأتي لإعطاء نفس إيجابي في الساحة الاجتماعية بالنظر الى الجو ديال الاحتقان ربما ماشي بالمستوى الكبير العميق الذي يمكن ان يهدد الاركان ديال هذا المجتمع وديال هذه البلاد، لكن على اي حال ها الوضع الاجتماعي، ها المتعاقدين، ها قضايا اخرى، فبالتالي يعني من الايجابي جدا ان يكون هذا الاتفاق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.